أعرب وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي غويندوس عن استعداد بلاده لتحقيق أهدافها المالية وفقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي. كما أعرب الوزير الإسباني عن أمله بأن ينوه خلال لقاء وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي بالجهود التي تبذلها مدريد لتقليص النفقات لتحقيق الأهداف المرجوة منها، لافتا أيضا إلى أن إسبانيا متمسكة بالقوانين المالية الأوروبية. هذا وتستهدف إسبانيا عجز الميزانية خلال العام الحالي عند مستوى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بذلك يتجاوز ما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبي عند مستوى 4.4%.